اثرتني هوايه عندي. رحت ادور بصفحتك، دورت هواي تفاصيل. ايه اولا شفتك تهتف عصر نعم. الجواري باطل. نعم. شنو عصر الجواري؟ وين الجواري بالموضوع؟ شنو علاقتها؟ انتم معترضين على قانون؟ لو اكو ناس جاي تجيب جواري، شو القصه؟ شنو الموضوع بالضبط؟ نعم. موضوع عصر الجواري باطل، ما نراه انه في حال هنالك احكام فقهيه معروفه. وهي احكام نراها لا تتناسب مع الزمن الحالي. مثلا جواري وين؟ وين؟ الزواج المنقطع وهو موجود في المذهبين. مو بس مذهب واحد، موجود في المذهبين الزواج المنقطع. شخص عنده زوجه دائميه وممكن يخلي له فد 5 أو 6 زواج منقطع. هذا فيما نراه جواري. هاي جواري تشوفها انت؟ اي فيما نراه جواري. زين. انا اذا عندي زوجه دائميه وعندي زواج مؤقت 5 6 فيما اراه هذا جواري. تمام، بس اعطيني مجال شوي. نعم. دورت بصفحاتك كلهن. اي. داعش اخذهن سبايا مو جواري. اي. ما شفتك معترض على السبايا. خليني اقول لك شيء. ما شفتك معترض على السبايا، ليش؟ خليني اقول لك شيء. ايه. خليني اقول لك شيء. ابتداءً موضوع داعش ودخوله للعراق ودخوله للكذا، هل انا كتبت شيء عن داعش؟ انا اقول لك ما كتبت شيء. هل كنت معترض؟ طبعا انا معترض على داعش. لكن حينما اكتب شيء احرص على توضيح الغير مفهوم. ما يعني معقوله اثارتك لا اثارك قضيه بالفقه. اوضح الغير مفهوم. بس اسمع لي، شنو الغير مفهوم؟ وقف لي. انا بس اريد افهم موقفك. نعم. مو انت متهم واتهاماتك ثقيله اليوم. اي حاضر. يعني انت من رحت طلعت لك كتاب والكتاب ما ادري منو كاتبه وسوقته. نعم. على انه هو هذا الفقه الجعفري. كتاب جاته مو هذا، مو عندك سبايا اخذوهن داعش. سبايا. نعم. ما اعترضت على السبايا، رحت تسوي شعارات. عصر الجواري. والله شايف شنو القصه هاي؟ موضوع السبايا هذا تضليل للناس لو مو تضليل؟ لا مو تضليل. كيف تضليل؟ قل لي. وضح لي. مو اول شيء موضوع داعش الكل يعرفه واضح للعيان كله. فما احتاج اوضح شيء. زين. اما هذا الموضوع مو واضح، يحتاج اوضحه بحكم مهنتي انا، احتاج اوضحه. طيب، في وجهة نظري وفي رأيي، في رأيي ووجهة نظري انه انا عندي شخص متزوج دائمي وعنده 5 مؤقت، هذا جواري في وجهة نظري، اراها جواري. طيب، هل هذا الكتاب اللي انا شيرته وين بالقانون؟ وين بالقانون؟ خليني اقول لك. ما موجود بالقانون. خليني اقول لك وين بالقانون. خليني اقول لك. بالقانون في التعديل ماذا يقول؟ المحاكم تاخذ في جميع مسائل، تستند في جميع مسائل الاحوال الشخصيه الى مدونة الاحكام الشرعيه. هل انا ذكرت احكام شرعيه؟ هي احكام شرعيه هذه. طيب، هذه الاحكام الشرعيه ممكن تكتب؟ اي نعم ممكن تكتب. زين، ما موجوده بالقانون يا اخي. يا سيدي الكريم، مدونه الاحكام الشرعيه، انا استند على احكام شرعيه ممكن تكتب.